مساء الخير، اهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام وحلقه جديده متجدده وبرنامجكم الاسبوعي الكويت جميله. دائما من خلال هذا البرنامج نتجول بكم عبر العديد من الفقرات والمواضيع المتنوعه نطوف بها انحاء الكويت الحبيبه. كويت جميله وانتم دائما الاجمل عبر الفضائيه الكويتيه. مشاهدينا الكرام، يزور دولة الكويت سنويا آلاف الزائرين يتمتعون بالأمن والأمان وأيضا بزيارة الأماكن السياحية والثقافية وكذلك الترفيهية العريقة بدولة الكويت. لابد من الحديث عن النقل الجوي الذي يأتي من خلاله آلاف الزوار كل عام إلى دولة الكويت. دعونا نتحدث عن الطائر الأزرق، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تعتبر الرائدة والأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاءها عام 1953. تعتبر الخطوط الجوية الكويتية هي الناقل الرسمي لدولة الكويت، والتي من خلالها استطاع الكثير من السياح منذ القدم الوصول إلى البلاد وكل مناطق العالم عن طريقها. هي أقدم شركة طيران في المنطقة، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الكويتية، وتتخذ من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها. تقدم الخطوط الجوية الكويتية خدمات ل 39 وجهة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. تعد الخطوط الجوية الكويتية عضوا في الاتحاد العربي للنقل الجوي، يرجع تأسيسها إلى عام 1953، وتم انطلاقها رسميا في 16 من مارس عام 1954 برحلات إلى مدن بيروت، دمشق ومدينة أبادان في إيران.
أثبتت الخطوط الكويتية قدرتها على المنافسة والتميز وتقديم الخدمات العديدة، وجاء ذلك بعد حصولها على شهادة هيئة الرقابة الفيدرالية الأمريكية لاستيفاء شروط السلامة وشهادة قواعد وأنظمة مجموعة الاتحاد الأوروبي التي بموجبها يتم تخويلها إجراء صيانة على الطائرات والمعدات والمحركات لشركات طيران أخرى تحمل هذه الشهادة، كذلك اختيارها ضمن أكثر شركات الطيران سلامة. جوائز إضافة إلى جائزة الاستحقاق والجدار التي تقدمها شركة ثلاثة وإجراءات الأمن والسلامة على الطائرة. في عام 2004 حصدت شركة الخطوط الجوية الكويتية على 9 جوائز تقدمها سنويا مجلة أمبورد سيرفيس الأمريكية، وحصلت أيضا على الجائزة العامة وذلك على مجمل الخدمات الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، ورحب بكم مرة أخرى في فقرة من فقرات برنامجنا الكويت جميلة. اليوم راح نتكلم حقيقة عن شخصية مهمة في تاريخ الكويت. هذه الشخصية أرست رواسي الديمقراطية والدستور، هو المغفور له الشيخ أحمد الجابر مبارك الصبح. بعد أن تولى الحكم عام 1921 تقدم أعيان البلد إلى الشيخ أحمد وطلبوا منه أن يؤسس مجلس شورى ليساعده في إدارة شؤون البلاد. والحقيقة الشيخ أحمد الجابر وافق فوريا على هذا المطلب، وهذا ليس بغريب على الشيخ أحمد الجابر حيث أنه رأى بأم عينه كيف تدار البلاد تحت ظل الديمقراطية. فعندما زار بريطانيا العظمى سنة 1919 زار ملك بريطانيا لتهنئته على انتهاء الحرب العالمية الأولى، وكان من ضمن زياراته أن يزور مجلس العموم اللي هو مجلس الأمة، ورأى كيف تدار البلد بالطريقة الديمقراطية، وقد أثرت في نفسه تأثير كبير هذه التجربة. طبعا بعد موافقته تم تشكيل لجان وتقدم أعضاء وفاز 12 عضو بالتزكية، وكان 6 منهم من منطقة الشرق و6 منهم من منطقة جبلة. والحقيقة هذا المجلس لم يدم طويلا، فبعد 4 شهور 2 شهر من ابتدائه انحل تلقائيا نتيجة الخلافات اللي دبت بين أعضائه. ولكن هذه تعتبر التجربة الأولى اللي يشكل فيها الكويتيين مجلسا رسميا يعاون الحاكم في إدارة شؤون البلاد. والحقيقة في عهد أحمد الجابر تم تأسيس العديد من الدوائر الدولة اللي الآن هي امتداد لها، مثل البلدية والمعارف والصحة والأوقاف والأيتام ودائرة المحاكم والدفاع. ويعتبر الشيخ أحمد الجابر أبو الديمقراطية وأبو الدستور في تاريخ الكويت. كما يعتبر الشيخ أحمد الجابر محرر العبيد، حيث في عام 1924 أصدر قانون لتجريم تجارة العبيد. وبعد ذلك في عام 1930 تقدم الشيخ يوسف عيسى القنائي بطلب تشكيل البلدية الكويت بعد أن زار البحرين ورأى هناك بلدية الموجودة في البحرين، ونقل الفكرة إلى الكويت. والحقيقة الشيخ أحمد الجابر وافق على هذه الفكرة وتأسست البلدية في عام 1930. ولكن في سنة 32 أصدر الشيخ أحمد الجابر أول قانون تنظيمي خاص بالبلدية، يعني يحدد مسؤولياتها واختصاصاتها لنهوض في الكويت صحيا واجتماعيا. ومن ضمنها طبعا القانون أن يكون هناك مجلس بلدي يتكون من 12 عضو ومدة العضوية 2 سنين. يعني كانت البلدية في ذاك الوقت عبارة عن مجلس وزراء مسقر يقوم بمهام كل ما تقوم فيها الآن دوائر الحكومية. وقد تم اختيار أول مجلس البلدي، رئيس المجلس البلدي، وكان الشيخ عبد الله الجابر الصباح. في عام 36 أيضا تأسس أول مجلس للمعارف لرعاية التربية والتعليم. في سنة 38 بعد أن رأى الكويتيين أنهم بحاجة لإصلاح الأمور في البلاد نتيجة القصور في الخدمات والمرافق الحيوية، ولأنهم تعرفوا على الديمقراطية من خلال الانتخابات في المجلس البلدي وفي مجلس المعارف، وتقدموا بطلب الحقيقة لتشكيل مجلس تشريعي على أساس انتخابات حرة. وتقدموا للشيخ أحمد الجابر، والحقيقة أيضا وافق على طلبهم، واتخذت الإجراءات لانتخاب
أول مجلس تشريعي في تاريخ الكويت. بس عشان ننوه أن هذا كان أول مجلس شورى، وهذا أول مجلس تشريعي في الكويت. وأيضا بإعازم منه تم تشكيل أول حزب في الكويت، اللي هو كان يسمونه نادي كتلة الشباب الوطني. يعني الشيخ أحمد الجابر أرسل الديمقراطية وأيضا وافق على تشكيل الأحزاب في الكويت. بعدين بدأت الانتخابات وفاز 14 عضو، وهذه كانت أول انتخابات سياسية برلمانية، وكانت كانتخابات وليس تزكية. وانتخبوا الشيخ عبد الله السالم الصباح كرئيس للمجلس. في تاريخ 7/7/1938 قدم المجلس صيغة للدستور، وكان يسمى قانون صلاحيات المجلس. وفي اليوم الثاني وافق وصدق عليه الشيخ أحمد الجابر على هذا الدستور. واسمحوا لي أقرأ لكم من نشر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حاكم الكويت، بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي، صادقنا على هذا القانون في صلاحيات المجلس التشريعي، وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ. المادة الأولى: الأمة مصدر السلطات في هيئة نوابها المنتخبين. المادة الثانية: على المجلس التشريعي أن يشرع القوانين الآتية: قانون الميزانية، قانون القضاء، قانون الأمن العام، قانون المعارف والصحة والأمران والطوارئ، وكل قانون تقتضي مصلحة البلاد تشريعه. المادة الثالثة: مجلس الأمة التشريعي مرجع لجميع المعاهدات والامتيازات الداخلية والخارجية، وكل أمر يستجد من هذا القبيل لا يعتبر شرعيا إلا بموافقة المجلس وإشرافه عليه. وأيضا من ضمن المواد الأخرى: رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلد. حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح، تاريخ 8/7/1938. يعني بهذا يكون المجلس قد وضع أول دستور ينظم الحكم في البلاد وصدقه الأمير. ويعتبر هذا الدستور أيضا يعطي المجلس السلطة التشريعية، ويمارس إلى جانبها أيضا السلطة التنفيذية. لكن على الرغم أن صيغة الدستور كانت تتصل بالإيجاز، إلا أنها كانت تحتوي على مبادئ دستورية هامة، كمبدأ السيادة الشعبية، وأن الأمة مصدر السلطات، وأعطت المجلس سلطة تشريعية كاملة وسلطة مالية واسعة، وكذلك حق المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والسلام عليكم. في الأول من يناير عام 1982 صدر القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة كهيئة عامة ذات ميزانية مستقلة. باسم بيت الزكاة تكون لها الشخصية الاعتبارية
وتخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان تأسيس بيت الزكاة خطوة رائدة لإحياء ركن من أركان الإسلام وتيسير أدائه، والعمل على جمع وتوزيع الزكاة والخيرات بأفضل وأكفاء الطرق، وكذلك التي تتناسب مع الحياة الاجتماعية والبيئية في دول المنطقة. وتتمثل رؤية بيت الزكاة على الريادة والتميز في خدمة فريضة الزكاة والعمل الخيري محليا. وأيضا تكمن برسالة بفرضية الزكاة من خلال جمع وتنمية موارد الزكاة والخيرات وإنفاقها محليا وخارجيا بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز، ويسعى إلى التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة والاحتياجات، وكذلك الانتشار الجغرافي والإعلامي وتطوير الموارد البشرية. أما بخصوص الأهداف العامة له وتطوير البناء التنظيمي وتنمية إيرادات بيت الزكاة والخيرات وتطوير الاستثمارات ورفع العوائد وتنمية أيضا العائدات من خلال الإنفاقات، وأيضا تطوير النشاط العلمي والإعلامي. ولبيت الزكاة عدة مشاريع محلية وخارجية، فعلى المستوى الخارجي تتمثل في بناء العديد من المساجد ملحقاتها وحفر الأبار ومصادر المياه والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات وكفل اليتيم الذي أقيم عام 1983، وذلك حتى يتيح لأصحاب القلوب الرحيمة. لمساعدتهم لتخفيف آلام الأيتام حول العالم وبأساليب دفع ميسرة تقع في مقدور أي فرد من أفراد المجتمع. دعونا نزور برج الاتصالات بدولة الكويت أو برج التحرير كما يطلق عليه. تم العمل على إنشاءه عام 1987 ويبلغ مساحة ارتفاعه 372 مترا عن سطح الأرض. هذا البرج يعتبر ثاني أطول برج بدولة الكويت بعد برج الحمراء، ويعتبر من أهم الأبراج الموجودة بالمنطقة والتي تغذي الخدمات السلكية واللاسلكية.
مشاهدينا الكرام، على الخير والمحبة التقينا، وأيضا على الخير والمحبة نفترض. نلقاكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة متجددة، والكويت جميلة. دمتم بخير، إلى اللقاء.